نشوف اخر الترتيبات، اخر الاخبار، واليوم النهارده كان مليء بالكواليس والاخبار. مساء الخير يا فاروق، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي ليك ولكل افراد البعثه. طبعا كل التحيه ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه طبعا لكباتننا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا محمد زي ما اتكلمت كان يوم طبعا مليء بالكثير من الامور، كان ابتدى مع الاجتماع الفني لمسؤولي الاهلي وايضا مسؤولي الترجي التونسي، ومن خلاله تم حسم الزي الرسمي اللي هيظهر به فريق الترجي في هذا اللقاء، والزي الرسمي الاكيد والمعتاد لفريق الترجي التونسي اللون الاحمر والاصفر والشورت الاسود، بينما النادي الاهلي هيكون ارتداؤه للزي الازرق. من الامور مهمه جدا اللي شدد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا الاجتماع هي تقنيه الفار، وكان توقف فيها كثيرا الكابتن سيد عبد الحفيظ في الكلام مع مسؤولي الكاف على ضروره وجود تقنيه الفار وانها تكون بتعمل بصوره سليمه. والنهارده احنا موجودين في المران الرئيسي للنادي الاهلي على استاد حماد العقربي او الاستاد الاولمبي برادس، شفنا كل الامور اللي بتتم على تقنيه الفار ووجود يعني غرفه الفار وكل الاجهزه الخاصه بالفار. طبعا محمد اللي كان المران الرئيسي النهارده لفريق النادي الاهلي كان قبله طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني وايضا معين الشعبان. بالفعل انا عايز اخد من كلام الكابتن شريف عبد المنعم لما اتكلم على ان المباراه صعبه هنا في تونس وايضا صعبه في القاهره، دي كان كلام معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي اللي تحدث عن صعوبة اللقاء، وقال ان دايما مواجهات الاهلي والترجي التونسي ما بتتحسمش في المباراة الاولى وبنسبة 90% او اكتر من 90% بتتحسم في لقاء العودة، ودي امور شفناها في نهاية 2012 وشفناها في نهاية 2018. تحدث عن قوة النادي الاهلي وقوة عناصر النادي الاهلي، وقال ان اخر النسختين طبعا النادي الاهلي كان بطل نسخه 2020 ونادي الترجي كان بطل نسخه 2019. طبعا يا محمد في حاله من الهدوء في الاوساط الاعلاميه التونسيه الخاصه باللقاء، في حاله من الهدوء، حاله من يعني ايه تقدر تتكلم على حاله من الثقه في قوه اللقاء وايضا احساس بقيمه ومكانه النادي الاهلي وقوه عناصر النادي الاهلي. ده امر مدي حاله من الهدوء، يعني كل الاوساط الاعلاميه بتتكلم يا محمد بتتكلم على ان المباراه نهائي مبكر، ان المباراه قويه ما بين الفريقين، صعب جدا انها تتحسم بنتيجه كبيره. الجميع بيتوقع ان اللقاء ممكن هنا ينتهي بهدفين اكثر تقدير، الجميع بيبقى صعب التكهن بمين اللي فايز، كتير بيتكلم على قوه النادي الاهلي وان النادي الاهلي قادر انه يحقق الانتصار هنا في تونس. طبعا انطلق المران، طبعا الامور الفنيه محمد المستر بيتسو موسيماني بيحاول يركز على بعض الجمل، طبعا مش هنستفيد في الكلام عنها، لكن انت عارف المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيحاول يشتغل على كل كبيره وصغيره، بيحاول يشتغل على الاعداد النفسي ومحاضرات الفيديو اللي بيعقدها مع اللاعبين، ملم بكل الطرق اللعب اللي بيلعب بيها فريق الترجي التونسي. وبالمناسبه يا محمد من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي ان شاء الله هقول لك التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي في ختام يعني حديثنا، هقول لك التشكيل اللي بنسبه 99% هيكون تشكيل الترجي لهذا اللقاء. طيب. طبعا مستر بيتسو موسيماني انت يعني وجود اصابه او اجهاد خفيف في العضله الضمه لاحمد رمضان بيكهام، مستر بيتسو موسيماني اشتغل على اكرم توفيق في مركز الظهير الايمن، وبنسبه كبيره اكرم توفيق هيكون طيب. هو الظهير الايمن طبعا فاروق. احمد رمضان بيكهام شارك. طيب اتفضل يا محمد. قبل ما نخش بس في التفاصيل دي لان في امور الجمهور برضه عايز يطمن عليها، ارضيه ملعب رادس خلال الفتره الاخيره اتلعب عليها ثلاث مباريات للمنتخب التونسي، والنهارده واحنا متابعين بعض اللقطات هل الارضيه اتاثرت شويه بالمباريات الوديه للمنتخب التونسي؟ هل مش في نفس الحاله اللي شفناها في السنوات السابقه؟ عايز اعرف منك الجزئيه دي، وبرضه الجزئيه الثانيه الحضور الجماهيري، هل في كواليس اخبار معلومات الصحف التونسيه النهارده مثلا وانت بتشوف الجرايد كتبت ايه؟ الاجواء عندك حتى فندق الاقامه الجماهير التونسيه بتتكلم عن ايه؟ الاجواء اللي ممكن الناس مش شايفاها من خلال الرصد الكاميرا اللي موجوده مع الفريق سواء في الفندق او حتى في ملعب التدريب. خليني يا محمد نتكلم على النقطة الأولى، نقطة الأرض الملعب. بالفعل يا محمد أنا يعني كنا حريصين إن احنا نسأل على أرض الملعب، وسألت مسؤول الملعب قال إن في عملية صيانة تمت خلال اليومين الماضيين لأرض الملعب. النهارده في المران شفنا أرض الملعب أفضل بكتير جدا من اللقاءات اللي شفناها للقاءات الودية للمنتخب التونسي، عملية صيانة تمت على مدار يومين لأرض الملعب اللي ظهرت بصورة أكثر من رائعة النهارده. بالنسبة طبعا للحضور الجماهيري،
نادي الترجي التونسي كان تلقى خطاب بالموافقه من الاتحاد الافريقي على 5000 متفرج. الكلام اللي احنا بنسمعه يا محمد ومن الاوساط ومن يعني القريبين جدا من الاحداث في معسكر او يعني من نادي الترجي التونسي، قال لك من المتوقع ان العدد يبقى اكتر من 5000، لكن الاتحاد الافريقي سمح ب 5000. النهارده ايضا في الاجتماع الفني المسؤول الكاف شددوا على مسؤول الترجي التونسي ان العدد ما يزيدش عن 5000. لكن يا محمد النهارده بالمناسبه ان نادي الترجي التونسي طبعا نزل شروط للحصول على دخول ارض الملعب، ابرز الحصول على لقاح كورونا، الحصول على مسحه بي سي ار ما يكونش مر عليها 72 ساعه، النقطه الثانيه اللي هي مسحه رابيد تيست، ودي كان بيعملها مسؤول الترجي التونسي اليوم من الساعه الثامنه صباحا وحتى السادسه مساء. كانت اعداد غفيره، يعني اكتر من 5000 يا محمد، بتتكلم في اكتر من 5000 او 10000 كانوا موجودين النهارده. انت عارف اداره نادي الترجي التونسي كانت هي بتتكفل بالامر مجانا، ده الشق الخاص ب عدد الجماهير. الاتحاد الافريقي بلغ نادي الترجي التونسي ب 5000 متفرج، لكن اللي احنا بنشوفه من الاوساط يا محمد ان العدد ممكن يتجاوز ال 5000 متفرج. اعتقد هيبقى فاروق صعب جدا، لان خد بالك لما الكاف بيوافق على العدد بيحط شرط، وشرط تحذيري بشرط الا يزيد هذا العدد. لكن اخر حاجه اختم معاك فيها، انت كنت عايز تقول التشكيل المتوقع للترجي، ويبدو ان عندك معلومات، ممكن تقول لنا التشكيل المتوقع للترجي ونختم معاك. اتفضل يا فاروق. بالفعل يا محمد التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي، وخليني اقول لك ان في نقطتين مهمين. معين شعباني بيعاني من ازمه كبيره جدا، ان محمد علي بن رمضان عنده انذارين وبيتجنب، بيحاول ان هو يتلاشى حصوله على انذار ثالث في مباراه الغد يعني لضمان وجوده في مباراه العوده، وايضا بعض كان في اصابه الانيس البدري، ولكن هو شارك في لقاء في تدريب الامس الفريق الترجي التونسي. تشكيل الترجي يا محمد لهذا اللقاء هيكون المعز بن شريفيه في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع عبد القادر بدران وخليل شمام، في اليمين حمدي النجاز، وفي الشمال اسلام الياس شتي، في منتصف الملعب الثلاثي كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بلغيس. ويعني لو هيبقى في تغيير يا محمد هيبقى ما بين عبد الرؤوف بلغيس وغيلان شعلاني، هيبقى ثلاثه في خط الهجوم، حمدي الهوني، انيس البدري، وخالد عبد الباسط اللي طبعا هيقود هجوم فريق الترجي نظرا لايقاف طه ياسين الخنيسي. تمام. طيب زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاخبار، وبالتاكيد طمنتنا اكتر على